يا حبيبي انا شو عرفني رح تطلعوا هالقد بكير؟ يلا انا اصلا خلصت اغراضي، بروح على البيت بحطهم وبجي دغري. باي. مو على حد علمي انه تمرقي من حد بيتي. عندي رفقاتي ساكنين هون. بعدين انا ما بقى في ضروره ضلني اهرب منك في روح مطرح ما بدي. لا صح، عم تعطيني بحالك. ما هدول لإلك ولا لرفقاتك؟ انت بتعرف انه بحب اغراض هيدا المحل. شو ما ماشي عم نحكي، ما عاد في حديث بيني وبينك، ما فيني اسالك وتساليني واطمن عليكي، ما عاد في شيء بيجمعنا ابدا. باي ادم. هاي، كيفك يا حلوة؟ شو بكي؟ خفت مني؟ فادية شو بدك؟ اتصلت فيي الست عزة وقالت لي إنه رح تفضحني إذا بضلني هددكم. طبعاً أنا جربت أفتح لها الموضوع وفسر لها، هي ما قبلت، طبشت الخط بوجهي. وأنا خلصوا مصرياتي، جيت لعندك لتعطيني مصاري. لك حلي من خلقتي بقى. اسمعي شوي، اسمعي شوي. أنا مش جاي أشحد منك. السنين حاملة سرك بقلبي. طالما أنا ساكتة، أنت مجبورة تدفعي. وإلا رح أحكي. إلا إذا قتلتيني مثل ما قتلتي جوزك. تعامليها ما هيك؟ فكري بالموضوع. معك وقت. بدك تدفعي. سلام.